حقيقي يعني بقدر فخري واعتزازي بهذه الشخصية، بقدر تحفظي وعدم ارتياحي لما قاله كابتن النادي الأهلي وهو يغادر. يا كابتن أنت تصدر الصورة الإيجابية عن النادي الأهلي، أنت ليست لا يعني إذا كانت تجربتك سيئة مع مدرب ما ينبغيش إنها تؤثر على علاقتك بالمكان، لازم كنت تخرج وأنت بتقول للناس قاتلوا عشان تنجحوا داخل النادي. أنت لو نجحت بره يبقى التقصير كان عندك، ما تقوليش لعيب خرج بره بمنطق طب هوريكوا بقى، فهمني يا أستاذ إبراهيم، ما توريني يا أخي وأنت في النادي أي لاعب، مش حد معين، انما لعيب يبقى بيعمل يعني انا مش عايز اخوض في تفاصيل، ربنا وفق كابتن عماد متعب، لكن كنت اتمنى ان يخرج وهو كابتن نادي الاهلي ويعود وهو كابتن نادي الاهلي، مش انه يلبس الشارة. قيمته ككابتن الاهلي ماذا ينقل للاجيال القادمه؟ فانا شامي اللي حضر معانا 6 اشهر وهو ده فعلا اللي ما خدش اي فرصه، ده كان بيقول لك لو كنت خدت ربع ساعه كنت يجوز عبرت عن نفسي، ورغم كده مش ناقم. فظلم ما ظلمش، دي مش حسبتي، هو قيمه ننتظر منه ان يكون قدوه. القدوه يعني ايه؟ يعني الناس تقول ايوه هو ده النموذج الاهلاوي اللي بيبدي اللي المفروض يكون اللي بيبدي مصلحتنا دي عن اي اعتبار. انما نخرج بالاحاسيس الشخصيه، ازعل من الكابتن حسام زي ما انت عايز، بس التوقيت ده وانت خارج تقول ساخرج لاعبر عن نفسي واعود الى النادي الاهلي كابتنا لاعبا اساسيا وفي منتخب مصر، كلنا هنحطك فوق دماغنا، وكلنا وانت خارج كنا بنحيي هذه الخطوه عشان تعمل كده. ايوه يا باشمهندس، لكن في النهاية انتقل عماد، وفي كل التوفيق ليه عموما، لأنه الحقيقة الفترة اللي فاتت كل لعيب كان بيتمنى إنه يلعب. ما بص يا إبراهيم، ما تبرليش تقول إن أنا وأنت عايزين حاجة إذا ما خدناهاش. لا طبعًا. لا طبعًا. لا 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 صحيح، أنت مش عايز حاجة؟ هو ما كنت متوقع حاجة وأنا عايز حاجة؟ أنا كنت متوقع يعني، لكن لما خدناش اللي إحنا متوقعينه ها معناها إن أنا أنقم عن النادي الأهلي؟ لا يا حبيبي، النادي الأهلي فصله عن المجريات الحياتية واللحظية والبشر، افصله لوحده، يظل إيمج كده، يظل صورة ذهنية، لما يتقال النادي الأهلي ما يقولش لا ده ارجع بقى الكلام اللي فلان وفلان قالوا إيه. خلاص حظك عاسر مع مدرب تعاطفنا معاك، اخرج اثبت نفسك ارجع، كل الناس اعتذر لك. انما دلوقتي اعتقد حتى من رد الفعل على السوشيال ميديا والمقارنه مع عبد الله الشامي، ما عبد الله جاب جول، عبد الله المدافع جاب جول، وعماد المهاجم ما دافعش، اهدر الفرصه. مش بقول لك انت راجع للصفقات؟ لا انا بقول انا راجل صريح، بقدر ما احب هذا اللاعب واقدره واحترمه بقدر ما انا مش موافقه على اللي قاله. طيب الحكم ايه رايك؟ ما اعرفش طلياني. الحكم ده طلياني، ما هو طلياني، بس الحكم ده كان هيتقتل، كان هيتقتل للاعتراض على قراراته وانه كان بيؤثر على النتائج، وبعدين ياخد بعديها افضل حكم في ايطاليا، يعني هو برضه يثير الجدل. طيب حكم المباراه هو